الناس دي أصيلة قوي يا ليلان. يعني الحاجة نادية دي عاملة زي ما تكون كده ملاك نازل من السماء والله. وسليم بيه على قد ما هو جديد على قد ما جواه شهامة وحنية تكفي بلد. ومالك بقى، والله كل ما بمسكه ولا بشوفه افتكر ابني الله يرحمه. كتر خيرك يا ليلى هاني منك هديتني الهدية الحلوة دي. ربنا وحده اللي يعلم والله انا كنت محتاجة الهدية دي قد ايه. طب يلا يا حبيبتي يلا انزلي، وزي ما قلت لك لو احتجتي اي حاجة كلميني. حاضر، مع السلامة. الله يسلمك. البقاء لله. حياتك الباقية أنا جبتك عشان أنت الوحيد اللي هيساعدني في اللي أنا عاوز أعمله ده. وأنا تحت أمرك. أبوي الله يرحمه كان موصي إني أدفن جنب البيت في نادي الجبلاوي، بس أنا لقيتها هتبقى مغامرة وعرة قوي. من الحكومة مفتحة عينيها، وابن الأنصاري كان في البيت من يومين. طبعا خطر جدا ندفن هناك، وبعدين كلها أرض الله، ندفن في أي حتة مش هتفرق. صعبان عليا ما نفذش وصيته وأكسر كلامه، لولاش ولادي دول جابريني، بس حسابهم معايا عسير. أني ما عنديش حد بيفهم في الغسل والدفنة والحاجات دي غيرك، عشان كده عايزك تقوم باللازم. أني بفكر أدفنه في جنينة الفيلا الورانية. عيني العقل. طمن عاكف، أبوك زي أبويا بالظبط يا عاكف. ايوه اسليم، بس الموضوع مش سهل زي ما انت فاكر. على فكره مش جاي اخد رايك، انا جاي ابلغك. الكلام اللي انت عايز تقوله ده انا فكرت فيه 100 مره. اللي انا عايز اعمله ده احسن حاجه. بعدين البلد مليان ظباط مش تقف عليا. مش عارف، انا حاسك مستعجل. طب ما تاخد شويه وقت تفكر. مفيش وقت يا حسام، انا كل اللي عايزه منك حاجتين مهمين. اول حاجه اللي بيني وبينك ما يطلعش المخلوق، وتاني حاجه لو جرى لي اي حاجه خلي بالك من امي من الواد. ايه يا سليم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تسليم الاثار بسبع ارواح. محدش ضامن عمره. امي خلاص بقى حملها صعب، ولو حصل لي حاجه هتلص بالواد ده. سليم ما تقولش كده. ان شاء الله الواد هيكبر وهيتربى في عزك، وهتجوزه وتشيل عياله على كتافك كمان. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبهم يقعدوا عندي في البيت احسن. يبقى ما عملناش حاجه. انا قريب قوي هحتاجك. مش ينفع نتحرك وفي قتب على ظهرنا. ماشي. طب ونوي على امتى ان شاء الله؟ قريب. هو ده اللي حصل يا سعيد. يا عم وانت كنت هتعمل له ايه؟ وانت ساحر؟ وبعدين يعني هو ليه محسسني ان ابوه اتخطف في عز شبابه؟ طب ما شفتش كان بيكلمني ازاي؟ ده مجنون، ده لازم يروح مصحة يتعالج. بس 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 عشان شكلهم جايين بس. يعني دي اخرتها يا سليم يا ابني؟ نعيش اغراب في بيوت اغراب؟ مغريبه للشيطان يا مسلم. بعدين مش انت اللي دايما كنت بتقولي لي البني ادم في الدنيا غريب مش صاحب بيت؟ ايه
هتغيري كلامك دلوقتي؟ يا ابني انا صبرت على فراق الحبايب وما اشتكتش، وصبرت على المرض والعجز وما فتحتش بقي، بس انا يا ابني مش ناقصها مرمطه في اخر ايامي. معلش حقك عليا يا مسلم، اصبر شويه. معلش كله هيعدي، والله لا هتعدي، حقك عليا انا. طب وانت يا نور عيني؟ انا تماما مسلم وعارف انا رايح فين، ومش هرجع غير لما اجيب حق كل الناس اللي راحت. سبحان من له الدوام. تبقى في حياتك انت بالذات تخرس خالص، مش عايز اسمع صوتك. ليه؟ انا عملت ايه؟ واحد مات، محدش يقدر يزود عمر حد دقيقة واحدة حتى لو كان مين. وانا اقدر اخد عمر اي حد، واذا ما كنتش عرفت اطول في عمر ابويا دقيقه واحده فانا اقدر اخد روحك جزاء على تكسيرك. تقصير في ايه؟ انا عملت ايه؟ ده عمره اجله، هنكفر. انت متفرعن عشان شايف الخوف علينا، بس انا عايز اقول لك على حاجه عاكف، انا ما بخافش منك، فاهم؟ ما بخافش منك يا اخي. لوم نفسك. عارف ابوك مات ليه؟ مات بسببك، سمعني؟ مات بسببك انت يا عاكف. احفروا له قبره جنب قبر ابوي عشان يعرف ان اللي بيقصر معاه بيدفع الثمن غالي. وانت الليله تكون مخلص اللي طالبه منك، يا اما هتحصله. وانت كمان الليلة تشوف طريقة تجيب بيها ولد الأنصاري وأمه. إن شاء الله القيامة تقوم. أبوي مش هيبات ليلة واحدة في قبره إلا وتمن إهانته ودفنه في أرض غريبة مدفوع تالت وتلت. مفهوم؟